من جانب نادي المريخ أو من جانب نادي النجم الساحلي على مستوى 30 أو 40 متر لما ضيع كرات مثل هذه في هجمة معاكسة تشكل خطورة كبيرة جدا، خاصة أن لاعبين تونس سيتمتعوا بالكثير من الخفة والسرعة والمهارة التي تسمح لهم بالمرور والعبور إلى وتمرير الكرات وإيصال الكرات إلى أغوستا والبريغي. ولا لا جول با 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 هدف مباغت، هدف من أروع ما يكون أمام دفاع هش، أمام دفاع يتفرج على تمريرة مثل هذه رائعة جدا. ديوغو أكوستا يفتح مجال التسجيل للنجم الساحلي التونسي. غريب أنك تتلقى هدف بهذا الشكل من كرة ثابتة من مخالفة، الكل واقف يتفرج وينتظر، ويأتي ديوغو أكوستا خلف الجميع ويضرب الكرة بالرأس حطها في الشباك على يمين جمال سالم. هدف مباغت ولكنه رائع جدا بهذا الشكل. شوف الدفاع يتفرج، لا 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 لا، دفاع يتفرج.